حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الشيخ عبد الباسط غويله مقدم برنامج اسلام والحياه. اهلا وسهلا بك الشيخ عبد الباسط. طبعا اوردنا في الخبر ان البرنامج حضرتك تعرض للتشويش، اخبرنا على او عن تفاصيل اكثر حول هذا التشويش الذي جرى على مدى اسابيع الماضيه. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، حياكم الله الكريم. بارك الله فيكم. نعم، هذا التشويش يحدث حقيقة كل أربعاء، ويبدو أنها من فترة طويلة تقريبا حسب الإدارة الهندسية والاجتماع الذي تم اليوم والتقرير الذي خرج من الإدارة الهندسية أن التشويش بادئ من 3 أشهر، ولكن في المرة الماضية والتي قبلها وهذه واليوم كان أشد. يعني اليوم كان من بداية الحلقة 5 دقائق فقط، و حتى نهاية الحلقة كاملة كلها تشويش، يعني على برنامج الإسلام والحياة، وخاصة يوم الأربعاء. خاصة يوم الأربعاء هو اللي يتم فيه التشويش على قناة التناصح، ثم بعد نهاية البرنامج رجعت القناة كما هي وكأن شيء لم يحدث. يعني طيب، بما أن الإدارة الهندسية في قناة التناصح شخصت بأن هذا الذي جرى هو عبارة عن تشويش متعمد، وتحديدا أثناء فترة البرنامج وهو يوم الأربعاء. طيب، هل استطعت أن تشخص أيضا، بما أنها وصلت إلى هذه المرحلة، أن تشخص من أين يأتي هذا التشويش وما هي الوسيلة؟ طبعا هو التشويش تم على الباقة خلال الساعة حسب اتصال بالشركة المستفيدة أو المستفادة. التشويش يتم في هذه الساعة، والتشويش لم يحدد من أي بلد، قد يكون من ليبيا، من خارج ليبيا، والله أعلم، لم يحدد. وأنتم تعلمون طبعا طريقة اكتشاف أو استكشاف هذه المسألة أمر ليس مستاهل أنك تعرف يعني من أين التشويش، ولكن التشويش حدث حسب الاتصال او الاخوه في الاداره الهندسيه حدثت بالشركه المستفاده ان التشويش حدث هذه الساعه على كل الباقه في هذه الساعه. طيب، في كل الاحوال يعني انتم قبل حتى ان تعلم الشركه المستضيفه انتم علمتم بهذا، ان التشويش واضح يعني يحدث يوم الاربعاء اثناء الحلقه. طيب، ما الذي قالته لكم الشركه المستضيفه عندما ابلغتموها بهذا الذي جرى؟ طبعا يبدو ان اعتذارات، يعني حتى هي لا تعرف هذا السبب، الله اعلم يعني، لكن ما زالت عموما التحقيق في هذه المساله جاري بالاداره ككل، مدير القناه واداره القناه بارك الله فيكم، وكذلك الاداره الهندسيه، ما زال البحث جاري ان شاء الله تعالى وتواصل مع هذه الشركه بارك الله فيكم. طيب، شكرا جزيلا لك السيد عبد الباسط غويله مقدم برنامج اسلام والحياه في قناه التناصح، كنت معنا عبر الهاتف.